وقعدتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الامريكي جو بايدن. تناول الاتصال الجهود المشتركه اللي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحده للتهدئه في قطاع غزه، والتوصل لوقف الاطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وشدد الرئيس السيسي خلال الاتصال على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. كمان امبارح استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية وكافة مؤسساتها. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن. تناول الاتصال الجهود المشتركة اللي بتقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، والتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وشدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار بيتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم بما يحقق تحسن حقيقي في الأوضاع بالقطاع، محذرا من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، ومؤكداً إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. من جانبه ثمن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم، معرباً عن التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. الرئيس السيسي خلال اللقاء أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، وشدد على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين. أيضاً شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسستها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار. أيضاً تناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وتم التوافق أيضاً على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. امبارح استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة برئاسته بالإشارة إلى احتفالية قادرون باختلاف التي أصبحت تمثل لقاء سنوي يؤكد استمرار والتزام الدولة برعاية أبنائها وبناتها من ذوي الهمم، لافتاً إلى ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية من توجيه الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الأعوام السابقة، وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي واستمرار جهود توظيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية، فضلاً عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق قادرون باختلاف، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوجيهات دعماً لأبنائنا من ذوي الهمم. امبارح أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة أنه تم تسلم 5 مليار دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ومن المقرر تسلم 5 مليار دولار أخرى، مضيفاً أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليار دولار من الوديعة للجنيه المصري، وخلال شهرين هيتم حصول مصر على باقي المبلغ اللي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، ده بخلاف نسبة الـ 35% اللي هتحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية المايلز،
واللي بيأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنفيذ للمشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق الواقعية في التدريب والتقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة وما وصلت إليه القوات من مستوى راقي في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية. نروح مع حضراتكم في جولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة مطروح، حيث تم الإعلان عن توفير 1000 فرصة عمل للشباب خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. في محافظة المنيا تم الانتهاء من 3209 مشروع بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. أما في كفر الشيخ فتم تفعيل منصة بث مباشر مجانية لطلاب المرحلة الإعدادية. أما في الإسماعيلية فتم استلام 7000 شتلة من المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى نعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في مطروح أعلنت مديرية العمل إن مكاتب التشغيل وفرت خلال الثلاث شهور الأخيرة ما يقرب من 1000 وظيفة شاغرة للشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وده في إطار الحرص المستمر على مساعدة الشباب وتسهيل الحصول على فرص عمل ليهم. في المنيا أعلنت المحافظة إن إجمالي المشروعات اللي تم الانتهاء منها بلغ 3209 مشروع بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في 28 قطاع لخدمة 3 مليون مواطن من أهالي 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمحافظة. في أسوان أكدت المحافظة أنه تم التنسيق مع وزارة التموين لضخ 3000 طن من السكر خلال الفترة الحالية ليتم توزيعها حتى بداية شهر رمضان الجاري بسعر 27 جنيه للكيلو، وبيتم ده بالتوازي مع افتتاح معارض أهلاً رمضان في مراكز المحافظة بتخفيضات تتراوح ما بين 20% لـ30%. في كفر الشيخ أعلن مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم تفعيل منصة البث المباشر المجانية تعلم معنا محافظة كفر الشيخ لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالاشتراك مع الإدارات التعليمية في دسوق وسيدي سالم وبيلة والرياض وبالتعاون مع نخبة من معلمي المحافظة. في الأليوبية أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من مشروعات الرصف بنسبة 100% في عدد من القرى التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة واللي بتمثل بشائر الخير وجني لثمار المبادرة الرئاسية بمركز شبين القناطر. في البحر الأحمر أعلنت المحافظة أن مديرية الصحة نفذت 7 قوافل علاجية بمدن سفاجة، القصير، مرسى علم، الشلاتين، حلايب، أبو رماد ورأس غارب للكشف على المرضى من أهالي البحر الأحمر وتقديم كل الأدوية العلاجية ليهم بالمجان وتحويل الحالات المحتاجة للمستشفيات، وقامت القوافل بالكشف على 1883 حالة. في الفيوم أعلنت المحافظة عن وضع الإجراءات والتصميمات النهائية لإنشاء مشروع سوق دامو المطور لتجارة وتداول الماشية، وبيعد أول مشروع لسوق عمومي للماشية من المشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وده في إطار الارتقاء بمستوى الأسواق عموماً وأسواق الماشية على وجه الخصوص. في الإسماعيلية شهدت المحافظة اصطفاف سيارات تحمل 7000 شتلة لشجرة مثمرة وخشبية نصيب محافظة الإسماعيلية من المرحلة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في الغربية أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن إجراء 13103 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز المحافظة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاً من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.